وزارة الداخلية باش ناخذوا أكثر معطيات، لكن هاكم تراو الحصيلة كبيرة محزنة مؤلمة. حيوا أرواح الشهداء إن شاء الله ربي يقدر الخير، هذاك اش نجمو نقولوه. توا يبدو أنه المعطيات المتوفرة تقول أنه تم إلقاء معناها عبوات على السيارتين، وأسفر كما قلت على استشهاد 8 أعوان من الحرس الوطني الله يرحمهم، شهداء الوطن دفعوا حياتهم. إن شاء الله الحادثة هذه بطبيعة الحال ما تأثرش على معنويات التوانسة، لأنه ديما نقول الإرهاب حرب كبيرة، نخسروا فيه معارك ونربحوا فيه معارك، لكن في النهاية نجمو كان نخرجوا منتصرين من المعركة الكبرى هذه. بالنسبة للسادة المستمعين اللي مازالوا كيلتحقوا بينا، نقول لهم أنه ضيفي اليوم سيد عبدالله الرابحي كاتب الدولة مكلف بالمياه والصيد البحري وزارة الفلاحة، والفيلسوف الدكتور يوسف الصديق. سي يوسف، كي تسمع خبر كيف هكا اش نجم تقول؟ نتسائل، أنا نتسائل كيفاش وصلنا إلى أنه رأي في الدين اللي هو متشعب بكل ينتج ناس اللي يقتلوا النفس بغير حق، اللي هو من ثوابت الديانات الكل وخاصة الإسلام، لا تقتلوا النفس وكأن مولى أخرى ذكى من قتل نفسا واحدة بغير حق. إيه تتحدث على الدين يوسف، منظومة تجار دين، إيه عصابات هنا تقوم بدور قذر بالوكالة مكلفة بمهمة تستهدف معناها الحرس والجيش، تعتبرهم تواغيت لأنهم هم الأسس اللي يقوم عليها معناها الوطن، هم مشكلتهم مع الوطن اللي يعتبروه في أدبيات سيد قطب معناها حفنة ترابا عفن. هذاك علاش لطفي من واجبنا أن ناخذوا الدابة من القرون متاعها، من قرنيها، ناخذوها من قرنيها، أن نجلي تماما في بلادنا القضية الدينية لازم تكون حرة، ونتلهاو وكل واحد يتلهى بعمودية الإيمان. أنا نؤمن بربي كفرد وعندي علاقة به فردية، وما عنديش هالمسألة هذه اللي صارت بلبلة، صارت قضية اجتماعية. الدين ليس قضية اجتماعية، ها نقولها، إنما هو قضية فردية فيها الإيمان وفيها حلاوة التقرب إلى الله، وهذا كان متوفر قبل هالفترة هذه، متوفر في بلادنا، وبلادنا مؤمنة وأهلنا مؤمنين ورباونا على الاستقامة وعلى الخوف من الله، وهذا ما كناش محتاجين له. الآن ولات المسألة سلع في 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 أسواق معينة. واضح. سي عبد الله مرحبا بك. شكرا المستمعين على إذاعة راديو ميد. تعليقك على الحادثة الأليمة هذه؟ والله يا ساعة قبل كل شيء الرحم، وإذا كان الخبر صحيح الرحم على ناس مرابطة في أماكن صعبة جدا وما يعرفش عين السلطان، هي في الغابة قرب غار دماء، مشي حتى على الحد. الحاجة الثانية، ظهر لي التوانسة حسب ما نشوف أنا نساو اللي بلادنا راي ديما مهدب بالإرهاب. طبيعة الحال هالذئاب المفردة كيما يحكوا عليه الخبراء موجودة ورانا مشنا في المنى، والدعوة للناس كلها باش على الأقل البلاد يستحفظوا عليها، لأنه في تشتيت الأمن، في تشتيت العمل، في القضايا كنت تحكي عليها في أول حصة حول تكاثر الجريمة، هذا كله يلهي الأمن على مهامه. صحيح المجهودات كبيرة مبذولة، لكن الناس كلها تتوقع رأي مثل هذا العمليات تتوجد في أي وقت، لأنه هالناس هذول مازالوا للأسف تكسروا لكن مازالوا فرد. واضح كما قلنا، نعاودوا مرة أخرى للناس ربما اللي مازالوا كيلتحقوا بينا، أنه صارت عملية إرهابية واستهدفت مركز حدودي الحرس الوطني عين السلطان في غار الدماو ولاية جندوبة. والأنباء الأولية وفق ما أكده مصدر أمني لراديو ماد تفيد باستشهاد 8 أعوان كانوا موزعين على 2 سيارات أمنية يقوموا بدورياتهم العادية في تمشيط المنطقة، ويبدو أنه تم إلقاء قنابل على السيارتين وأدى إلى استشهاد 8 أعوان من الحرس الوطني. إن شاء الله ما يكونش هذا زاد نتيجة ربما الارتباك والإرباك الكبير اللي عرفته المؤسسة الأمنية يعني أسابيع قليلة قبل موسم الصيف، ونعرف الناس الكل ماذا يعني موسم الصيف بالنسبة لتونس وخاصة هذا الصيف على المجال الاقتصادي وتحديدا السياحي. لكن هاو الأوغاد مرة أخرى أبوا إلا أن يعكروا الصفو النسبي اللي عاشته تونس وقاموا ب
عملية أخرى أقدر من سابقاتها. والله ما عادش نلقى ما نقول أنا بصراحة. سي عبد الله أنت وصلت مخر، مرحبا بيك وعذرك معاك. عاشت تونس الأسبوع هذا على وقع حادثة مائية كبيرة ياسر، ظاهر أنها ناتج على إهمال أو سوء تقدير، نتحدث على تفجير أو انفجار قناة مياه عملاقة في شيرة الزهروني، وأدت إلى قطع الماء على 3 ولايات، فضلا عن خسارة كبيرة في كميات المياه المهدورة وكذلك في الأرزاق الخاصة والعامة. للأسف هي منها الحادثة وقعت على أنبوب كبير، والأنبوب هذا يزود تونس الجنوبية بصفة عامة من المياه، يجي من غدير القلة، الناس كلها تعرف هو مدخل تونس من شيرة الطولوت اللي مشي مجاز الباب. الحادثة ذي وقعت نقوله بكل أمانة، لأنه أول شيء لابد من نشوف الموقع. الموقع هو الأشغال السيرة في تقريبا مربع ضيق جدا، والحلقوم هذا موجود، وهو كان الأخوين اللي شافوا تصاور كله كان بشي يتحول الحلقوم هذا في الشتاء الجاي باش نعملوا له مجال جديد، وينك البيتون. مع الأسف الحادثة بالضبط كيفاش وقعت، هي ماكينة بوكلان تخدم في طريق غادي تخدم في الرفير، والمقاول معناها يخدم على الحلقوم، طبيعة الحال صارت المسة هذه. إيش مسة يا عبد الله؟ إيش نوعية كارثة كبيرة؟ لأنه الحلقوم ما نسبوهاش. لا لا هاو كش مسة، وقعش دراسة المكان والأخذ بعين الاعتبار أهمية القناة والأنبوب الكبير. أول حاجة المقاول هذا منبهين عليه بعد المنفذ، معناه نبهت عليه، أي أنه الحلقوم هذا تقريبا الفرق تتنقل، وكل مرة تنبيه ووصل التنبيه إلى عد المنفذ. هذا كله صار اللي صار، هذا عاد المنفذ والأخيين في السونيد، لأنه تقريبا على 200 متر الحلقوم هذا، وموجود حقيقة في مكان صعب لأنه في وسط الأشغال، ويزم تكون أتنسيون كبيرة ياسر من الأخيين هذول. والحلقوم باين، إش معناها إش معناها مسة؟ لأنه الحلقوم عظمة، فك علاش نقصد مش على باش ننسبوها، الحلقوم كالعظمة إيش فيه تمسه، هو فيه تقريبا 10 بار. إيش معنى 10 بار؟ معنى الضغط فيه إذا كان تنقب هو يطلع الماء 100 متر فوق، وبالتالي إحنا نبهنا عليهم، لكن الاحتياطات اللي خذيناها معناها أظن معناها الحلقوم تصلح في وقت ركور قبل حتى الوقت اللي مبرمج ليه. الحاجة الثانية اللي عملناها هي كذلك وفرنا كل الظروف باش على الأقل التكسيرة ذي، ونقولها ونأكد نقولها، لو مش من ألطف الله ولو مش السرعة اللي عملنا بها كان ينجم يبقى أكثر من ذلك في الإصلاح. ماذا؟ قصرتوش، لكن تحل البحث وتحل التحقيق طبيعة الحال، ولا تعملت لجنة وكما العالة تفتح لجنة لتقبر الموضوع النهائي. الموضوع وقتش أنت باش تعمل بحث وقت ظل الشخص أو المتسبب مش معروف، هذا معروف الماكينة عندها مولاها هي 40 طرناطة الماكينة هذه تكت على الحلقوم، وبطبيعة الحال صار مسار. أول حاجة الطول أوتوماتيك مو احنا في إجراءاتنا، لأنه الحلقوم هذا تابع الملك العمومي للمياه، وبالتالي أوتوماتيك مو رفع قضية وقعت. كذلك الخبير تنقل على عين المكان وزار حتى الديار اللي تسبوا في ذلك. الحاجة الثالثة طبيعة الحال كل ما يفضي عليه القضاء، لأنه مش سهل لو تصليح حلقوم بالحجم ذاك والأضرار، طبعا كل واحد يتحمل مسؤوليته، وأظن علمت على ذلك قبل، لأن كل ما حاجة تمس الملك العمومي المياه أوتوماتيك مو قضية ترفع في الذات. لكن نظام مقاولين كبار وشركات كبرى وعلاقاتها موجودة ومتنفذة وعندهم ناس تنجم تحميهم، وغدو يصبح الملف هذا معناها سان سويت كما يقولوا، كما جرى بعديد المسائل، عندكم القدرة على تتبع معناها حيتان بمثل هذه الضخامة؟ ما فما حتى واحد في الحالة هذه فوق القانون. ليش؟ لأنه إحنا عملنا خبير، الخبير هو اللي باش يقيم العمل هذا، ومش الحاجه الاولى اللي توقع، وقعت قبل وقعت حتى مقاولات كسرت، لكن الحجم من تاع الاضرار الموجود هذا يتحمله المقاول، والاضرار طبيعه الحال اذا كان نقول مقاول ولا شوفير عنده اسيرونس هذيك اليات نتاع قضاء، انا احنا في الحالات هذه كل ما نسيبوش. باهي قداش كميه المياه المهدوره؟ 10000 متر مكعب عبي وسد من السدود تاعنا. لا اسمعني ونسبوها شوية، لأنه 10000 متر مكعب أنا لا أقول إحنا حشنا بكل قطرة، لكن مع الأسف من بارفوها في المشكلة، إحنا عنا فانات معنا عنا سكرات
تعرفوا غدير القلة قريب لها غادي غدير القلة في العباد سكرنا ما غادي دلوتر كوتي كيف كيف سكرنا والدليل على ذلك تقريبا وانا كنت على عين المكان مع السيد وزير الفلاحة والسيد الوالي وكل شيء على عين المكان تقريبا وقع شفط المياه قبل الساعة السادسة مساء. ما الحل حتى لا يتكرر هذا الإهمال؟ والله والله اسمع احنا تو الحلاقم الموجودين هذول هم حلاقم يعني حلقون كيف هناك تخلوه انتوما تحت رحمه خدام ما يفهمهاش الامور هذه جمله عمل لك هز الاله نتاعو تكاها على الحلقوم جاب عمل لنا كارثه معناها في البلاد يعني انا باش ننسب نحط الصوره كما هي الصوره هي معناها حقيقه الحلقوم المقاول لازم يخدم بجنب الحلقوم والفوق يلزم متفقين احنا اما مش متفقين عليه انك تحط خدام معناه ما عنده حتى علاقه ومعرفه وامكانيه السيطره على الماكينه نتاعه اللي يخليه يطيحها على حلقه يعني آلات كيف هكا يتحط فيها ناس مختصين لسياقتها مش معناها ايجا اطلع فيها وانا فاهم بعد يخسر لي كلمه سامحني والله اسمع انا راني مشاطرك وظهر لي العمل هذا موجود في تونس كامله نحن ديما الاهمال هذا موجود في تونس كامله مش العمل نقولوا الموضوع نتاع 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 الغفله هذه ما حقاش وقعت في حلقوم كيفك ويزم يكون واحنا حتى اكدت على المقاول وانا حكيت معاه قلت له كيفاش تخلي قال لي والله احسن لي كوندكتور لي كيفاش تحط احسن كوندكتور ويجعل لك ملك اذا كان جاء كوندكتور ما عندوش ابيليتي بالقدره الكافيه معناها ديما ولازم نقولوا سي دكتور لي زاكسيدون اريف ديما نقولوا لي زاكسيدون اريف مع في تونس راهو معنا كان لاكسيدون في جره لاكسيدون مع شنو راهو في نفسين بربي مصايب في تونس عباد معناها في منتهى الانهاك النفسي ولا سي لطفي احنا شوف الضرر اللي صار لنا الضرر اللي نرجع لك سي عبد الله ونحكيوا على الضرر في بعد الفاصل الاخباري لكن تو باش ناخذوا مراسلنا في جندوبه لسعد الحرزي زميلنا لسعد الحرزي باش يمدنا بعض التفاصيل العمليه الارهابيه اللي كنت اعلنت عليها واللي هي تتمثل في استهداف معناها سيارتين الحرس الوطني في منطقه عين سلطان غار ديماو وادت حسب اخر المعلومات الى استشهاد